كلنا جايين علشان كابتن محمود الخطيب، لانه يعني اعتقد انه ان الاوان ان احنا نحافظ على القيمه ونحافظ على التاريخ ونحافظ على المثل الاعلى بتاع النادي ده، زي ما كان عندنا كابتن صالح سليم، زي ما كان عندنا الفريق المرتجي، زي ما كان كده، وزي ايضا الفتره اللي قضاها الاستاذ محمود طاهر كانت فتره طيبه. لكن يعني الخطيب علم من اعلام النادي الاهلي، واعتقد ان ده مكانه انه رئيس النادي. طبعا ايوه الخطيب باذن الله، الخطيب ينجح هو وقيمته باذن الله، يعني يكون اصلح من يمسك النادي الاهلي باذن الله. حضرتك لو قلت الخطيب